كان بالنسبة لموضوع الصناديق اللي هي موجودة حضرتك عندنا في الشغل. صناديق الزمالة؟ أو صناديق الزمالة أه. أنتم تدفعون جزءا والعمل يدفع جزءا، أو العمل لا يدفع لكم شيئا؟ لا العمل بيدفع، يعني احنا بندفع. طيب في النهاية، في النهاية إذا اشتركت في صندوق الزمالة أنت ستدفع مبلغا، والعمل سيدفع لك مبلغا، وهذا وذاك يودعان في البنوك الربوية وتأتيكم فوائد، فتخلص من الفوائد وخذ ما دفعته وما دفعه لك العمل. تمام، يعني أنا أحسب أشوف البنك بيدي نسبة قد إيه وأطلع الفلوس النسبة دي من المبلغ المالي اللي أنا هاخده. الله يرضى عليك. تمام. طب هو كان في بس بند كده قريته برضو، إن هو الصندوق ده بيدوا قروض للعاملين بنسبة 10%. ابتعد. في مشكلة كده على آه طبعا ابتعد ابتعد. لا لا أنا مش هدي، بس هو رأس المال بتاع الصندوق القائمين عليه بيدوا قروض للعاملين بيسردوها بفايدة 10%. لا يجوز. طب هل يجوز بقى كده إن أنا أشترك أصلا في الصندوق، ولا بالشرط ده لا يجوز أصلا الاشتراك فيه؟ لا ما احنا قلنا انك هتخرج ربا، هتستفيد من الصندوق ماذا؟ هتاخذ الفلوس اللي انت دفعتها والفلوس اللي دفعها لك العمل. تمام. والباقي الربا تتخلص منه. تمام. بارك الله في حضرتك. وفيكم الله يحفظكم.